يلا مجد، بروم القنينة. جاهزين يا شباب؟ ايه يا استاذ اوس، شو رح تختار؟ صدق ولا شجاعة؟ عندي ثقة انك ما رح تحطني بموقف محرج بنوب، لهيك بختار الشجاعة. يلا اوس، قوم بوس على مروة. صدق. قلنا شو هو الشيء اللي بيخليك غليظ لهالدرجة؟ شبك أوس. معلش لي، نحن عم نلعب وبحق له يسأل أي شيء. الشيء اللي بيخليني غليظ لهالدرجة هن الجدبان أمثالك يا أوس، تمام؟ جوابي واضح؟ لكان لأبرم القنينة. شو هالحظ الحلو هاد؟ الدور على الآنسة أليس. إيه أليس، بدك الصدق ولا الشجاعة؟ طبعاً أليس رح تختار الصدق. مجد، أنا يلي لازم جاوب. أليس صارت صبية، أكيد بتقدر تاخد قرارها لحالها. معك حق، أكيد بتقدر، بس كان لازم نسأل الصدق أو الصدق، لأنه أكيد ما عنده الجرأة تختار الشجاعة. إيه حبيبتي، مفكرة كل الناس شجعان وبيتجرأوا ويعملوا مثلي؟ أليس، هدول عم يحاولوا يستفزوكي، أوعك تختاري الشجاعة. أنا ما قلت لكم إنه متسلط وبحب يفرض رأيه عليها؟ لا تتدخل فينا أنت. اسمعي مني واختاري الصدق. مجد، صرت قايلت لك مليون مرة، ما بحب حدا يجاوب عني. شبكن يا جماعة؟ هي خايفة والشجاعة على أهلها. إيه والله، مستحيل هالحمل الوديع يختار الشجاعة، أكيد ما فيها. ما فيها؟ لا فيني. كيف يعني؟ شجاعة. لك أنت شو عملتي؟ كتير حلو هالكلام. معناتها لازم نفكر باقتراح مرتب للآنسة أليس بما أن اختارت الشجاعة. شو رح تطلب يا سميح؟ لقيتها، بدك تجي معي ولحالنا على مكان مقطوع وبعيد كتير، بس أنا وأنتي. مستحيل، أليس ما رح تتحرك من هون. عود مجد، هي من الأول بتعرف أصول اللعبة. خلاص إحسان لو سمحت، شكل صديقتنا خايفة من القصة شوي، ما بصير نحرجها أكتر من أنا هيك. ما في شي بخاف منه، جاهز يروح على أي مكان. ما رح تتحركي من هون أليس. معقول سميح؟ شو هالطلب التافه؟ مانك مضطرة تروحي على أي محل أليس. معها حق سميح. خلص، أنا بشوف ما في داعي نتخن الأمور أكتر من هيك، ولو سمحت خلينا ما نتجاوز حدود البيت. لحظة شوي يا جماعة، شو بكون؟ يعني حدا منكن قال إنه هاي اللعبة لازم تكون محصورة جوات البيت ولا غلطان؟ شو هالذكاء، برافو، يعطيكن العافية، خلصنا لعب. أليس ما رح تطلعي معه. أنا اللي بقول هاللعبة خلصت، ما بسمح لمخلوقي اللي جباني، عم تفهم؟ وكمان ما بحب حدا يقول لي شو لازم أعمل. يلا سميح، أنا سابقتك على السيارة، الحقني. خود هاي. سميح، هي مو أصول اللعبة حبيبتي، هي أصول اللعبة من البداية، ما هيك؟ أليس، فكرتك بتثق فيني أكتر من هيك؟ إذا بتريد لا تحاول تمنعني. جاهزة أليس؟ شبنا أبضاي، رح نحكي شوي بمواضيع الدراسة، طمن. ما راح خليها تطلع معه.
انت ليش ما رحت وراهم؟ لين، الموتور ما اشتغل. رح اطلب لك تاكسي. انت صاير لعالك شي؟ ليش نحن بنعرف وين راحوا؟ ما عم بقدر افهم شلون خليتهم يروحوا. يعني شو كان لازم اعمل؟ كان بدك ياني واقف قدام السياره ومنعهم يروحوا؟ اوف يا الله اوف. لا تنفخي لانه الحق عليكي من الاول. ضليتي ساعه تستفزيه انت والشله تبعكم، شو بدك اياها تسكت على اهاناتكم؟ وجايه هلا تقولي الحق عليك. شو بكي؟ ليش خايفة؟ لا أبداً، ولا شو الخوف؟ سميح، في مجال تمشي على مهلك؟ نسيت حالي، آسف ماني متعود أمشي على مهلي. الحق على السيارة، بس تشم ريحة البنزين بتطير مثل الصاروخ، بس رح خزج. بس لساتني حاسس إنك خايفة. ماني خايفة، بس برتاح أكتر إذا قلت لي لوين رايحين. خلص لا تقلقي، بعد شوي بتعرفي. يا شباب رح طق من الملل، خلينا نكمل اللعبة، رح نضل قاعدين هيك؟ أحسن سكوت، أحسن ما فيش كل خلقي فيك. أوس، أنا كتير تأخرت على البيت. في مجال تستني كمان شوي؟ بس تجي أليس بتروحي. أوف. شو يعني أوس حابة لمروة؟ هلا وقت أسئلتك؟ بعدين شو شايفتيني كتير مهتمة بأوس وأخباره العاطفية؟ أوف يا الله، يعني لوين بده يكون أخذ هالجذبة؟ شو طمني، ردت على التليفون؟ تليفونها مسكر. لين، معقولة؟ صاير عم تغاري؟ مو وقت مسخرتك هلا. أنا رح أتصل بسميح. إيه شو صار؟ كمان تليفونه مسكر. أيوة، أنت اليوم بدك تثبتي لي إنك شجاعة. بس نحن وين سميح؟ ماني شايفة حدا حوالينا، شو هالمكان هاد؟ بدك ننزل نمشي شوي؟ لا خلينا هون. اهدي شوي أليس، أنا ما بخوف لهالدرجة. مو خايفة منك. معنات هالشي خلاص ما عاد أسألك أي سؤال. بس أنت ليش أخذ عني فكر غلط؟ شوفي أليس، صحيح أنا مالي زمان متعرف عليكي، بس عن جد بعتبرك صديقة كتير قريبة. صراحة سميح ماني مقتنعة بالحكي اللي عم تقوله، لأنه هالشي مو واضح. يمكن الظروف ما سمحت لي ورجيكي قديش أنا بعزك، بس أنت فعلا صديقة قريبة كتير. لساتها مسكرة تليفونها، يعني وين راحوا؟ ليه تأخروا كل هالقد؟ ما عم افهم. كمان تليفون لساته مسكر. يا جماعة بلكي صاير معهم شي على الطريق. اتصل فيها مرة تانية. أوس، مئة مرة صرت متصل فيها، مئة مرة وتليفونها مسكر. رح موت إذا سميح صار له شي من وراها. لين، ولا صوت. خلينا نرجع، بكفي هيك. بزعل منك أليس، يعني معقول الشجاعة تنقاس بربع ساعة؟ خلينا نروح إذا بتريد. خلص بكفي. لا لسه بكير. ليك سميح، خلص أنا انسحبت من اللعبة، فيك تروح تقولهم إني جبانة، بعدين مو هذا اللي بدكن يا؟ سميح أنت شو عم تساوي؟